فوقهم يومئذ ثمانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها
الطبق. ذوق من الجنة حبيبي، ذوق من الجنة. رب العزة ما في منك أبدا، ورب العزة إعجاز فوق طاقة البشر، فوق طاقة البشر. ما في منك أبدا، ولا هنسمع بعد كده أبدا. ربنا يطول عمرك ويديك الصحة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها. أعطش ليلها وأخرج ضحيها. أنتم أشد خلقا من السماء. أهنتم أشد خلقنا من السماء. رفع سمكها فسويها. وأعطش ليلها وأخرج ضحيها. وَلَوْ ضَبَّ